بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الغربة، حيث ذكر أن الدرجة الأولى غربة الأبدان عن الأوطان، والثانية غربة الحال وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. قال الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق، الحق سبحانه وتعالى من يطلبه يطلب القرب منه، يطلب حبه، يطلب الأنس به والشوق إليه، وهذا أمر نادر حتى في وسط طلاب الآخرة في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأن كثير من الملتزمين إنما يبحثون عن مظاهر الالتزام الظاهر، يبحثون عن صورة وشكل العلم أو العبادة أو الدعوة أو الأحوال، أكثر من اهتمامهم بالبواطن. وكثير منهم طلبه للدار الآخرة طلب في المقام الأول للنعيم الحسي والفرار من العذاب الحسي، ولا يخطر ببال الكثيرين نعيم القرب والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضوانه أكثر من النعيم الحسي. الحقيقة أن إنما صار النعيم الحسي نعيما للقرب من الله عز وجل، وهذا الأمر لا يطلب بمجرد الأماني، أعني طلب رضوان الله الذي لا سخط بعده الشوق وطلب يعني والرغبة في النظر إلى وجهه ورجاء لقائه وحبه صدقا، لا يرد بمجرد، لا يوصل إليه بمجرد الطلب، بمجرد أعني الأماني، وإنما هو أمر حتى يكون صادقا لابد أن يجد الإنسان شيئا يعني شيئا معينا في قلبه من حب الله سبحانه وتعالى والشوق إليه حتى يكون صادقا في هذا. وأكثر السائرين في الظاهر في طريق الالتزام أو في طريق الآخرة عند الناس إنما لا يدركون هذا الشأن بالقدر الكافي، أو لا يجدونه بالقدر المأمور به شرعا من حبه سبحانه وتعالى وإرادته. وقد ذكر الله عز وجل إرادته وإرادة الدار الآخرة كما قال سبحانه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هناك تلازم بين رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، تلازم مذكور في الآية، لابد أن يكون كذلك، لكن هناك فرق بين الأمرين، تلازم ولكن معنى مختلف. رجاء الله عز وجل نصيب المؤمن من الله عز وجل في الدار الآخرة أعظم نصيب يطلبه، كما قال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان مقدمة. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فنصيب المؤمن من الله أكبر نصيب،
وأكثر الناس وإن قالوا نسألك رضاك والجنة إلا أنهم لم يدركوا ولم يجدوا قدر هذا الرضا وقدر عظمة هذه الرحمة الخاصة وقدر القرب. نعم عندهم نصيب منه وإلا لزال إيمانهم، لكن الغريب في وسط هؤلاء، الغريب في وسط طلاب الآخرة وليس في وسط طلاب الدنيا، هو من أدرك هذه المسألة حق إدراكها. أعني أن نصيب المؤمن من الله عز وجل، رجاء الله، إرادة الله، أعظم من كل وأكبر من كل أمر آخر. هو يريد الآخرة، يريد الجنة، ويخشى عذاب الله عز وجل، ويخاف مقامه، ويخشى من الحجاب أكثر من خشيته من العذاب، لأنه ذاق طعم القرب وعلم أن نهاية هذا القرب إنما تكون في الآخرة بالنظر إلى وجه الله غايته، يعني وسماع كلامه قولا سلام قولا من رب الرحيم، وأن يكون بجوار الله سبحانه وتعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا بدأت بالجار قبل الدار، فأن تكون في جوار الله شيء أعظم من النعيم الحسي والذي يناله أهل الجنة. وعذاب الحجاب أشد من عذاب النار عند أو يخافه أهل الإيمان أكثر، نعوذ بالله من النار. فصار هذا الغريب غريبا في وسط الغرباء بالنسبة إلى أهل زمانهم، لأن همته في طلب الحق. قال غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق. طالب الحق دائما يستعملون الحق على اسم الحق من أسماء الله، وهي غربة العارف، وعندهم العارف دائما أعلى من الإيه، من العالم. عن المعرفة وردت ممدوحة في موضع، والعلم ورد في مواضع. قال الله سبحانه وتعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والعلم ورد أكثر كثيرا، لكن دائما طريقهم أن يستعملوا كلمة العارف فوق العالم. وهي المشكلة الحقيقية أن زمن الشيخ الهروي العلم صار قاصرا على صور العلم. ده كان في المئة الرابعة، عند يعني صارت العلوم، أو أن دي كانت المرحلة التي ترجمت فيها علوم الأمم الأخرى ودخلت في العلم، فأصبحت العقيدة عبارة عن علم الكلام، وأصبح الفقه عبارة عن الأقيسة المنطقية أكثر من نصوص الكتاب والسنة. تمسك الكتب التي ألفت في هذا العهد، ربما تلاقي نادرا ما تجد آية أو حديثة. وبالنسبة لكتب التهذيب صارت الألغاز الصوفية، الطرق البدعية. فأصبح العلوم الخادمة هي المقدمة. ممكن تمسك كتاب تفسير تقعد تلاقي يعني العلوم الأخرى غير التفسير، زي ما مثل ما بيقول على تفسير الرازي، يقول فيه كل شيء إلا ذيه إلا التفسير، لأنه بيتكلم في يخوض في المسائل الكلامية كثيرا جدا، ويفرع الفنون، ويقعد يذكر وجوه الإعرابات وغير ذلك. العلوم الخادمة في الحقيقة، أو حتى بعضها علوم غريبة عن الشريعة زي علم الكلام والفلسفة. ففي الزمن ده حصلت زي معركة، ولذلك دايما تلاقي الهروي يعني كأنه يزري على العلم وأهله. وطبعا دي كلمة خطيرة جدا،
ان هو اصبحش عندهم العلم الا الناس اللي هم بيتكلموا بالايه، بالطريقه التي تقسي القلوب، وهو ده اسمه بيسموهم في زمانهم العلماء، زي في زماننا من العلماء، مش هتلاقي علماء الدين، العلماء اللي هم بتوع الايه الفلك والطب والبتاع، لما اذا اطلق عند الناس ففي زمنه كان كده. فينبغي حمل كلامه في العلم كلما ذكر على هذه العلوم البعيده النبع من النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه، او الخاليه من الروح الايمانيه التي احيانا اسميها صوره العلم وليس حقيقه العلم، او صوره العباده وليس حقيقه العباده. صوره العباده دي يعني ايه؟ يعني الناس واقفه بالظبط كده، واقفين يصلوا، وممكن والقلب في سكه تانية. حكيت لكم زمان، انا حكيت الراجل اللي ايه اللي قرا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتورم قدماه، فقال لازم اروح اصلي، عايز رجلي تورم. فراح جاي رايح لشيخ بيعرف انه بيطول 15 جزء في اليوم ونحو ذلك، كل شويه يبص فين، رجلي ورمت ولا لسه، رجلي ورمت ولا لسه، مش راضي تورم. هو شاب صغير ورجله مش هتورم. في الاغلب العام ان الاورده بتضعف امتى؟ في الكبر، عشان رجلين تورم من كتر الوقفه. فالمهم راح سال الشيخ، فقال له يا ابني دور على قلبك ما تدورش على رجليك، واخد بالك؟ فادي البحث عن صوره الايه؟ العباده. هو لما معلش يعني تعالوا نقرا، عشان نقرا 15 جزء في عده ساعات هنقراهم ازاي؟ لازم نقرا يعني، ولا حضر يعني حضر ايه؟ هنقرا باسرع ما يمكن خلاف السنه طبعا، لان الرسول قال لا يفقه من قرا القران دون ثلاث. فمثل هذا سوره العباده او سوره الدعوه، خطبه جميله وحلوه وشكل، واخد بالك؟ والخلاصه التربويه الايمانيه مفقوده. ربما الناس تبقى الناس مبسوطه من الزعيق، في خطباء يعني ايه الناس تبقى مبسوطه ان هم بايه؟ بيزعقوا. ساعات الواحد والله ساعات يسمع كلمات يعني، الناس مثلا ما بتصلي وعايزه حاجه ترقي قلبها، ويطلع الشيخ يركت، يطلع يقول نكت بتاعت المشايخ برضه عشان يضحك الناس. طب دي اسمها المنظر شكله ايه؟ شيخ وعالم وجيد يدي كلمه ويقول درس ويطلع الناس، او ان هو مثلا يقعد يقول لهم علم بقى مش علم، قدح في الناس وغيبه ونميمه، واسمه ايه؟ يديهم درس، والعياذ بالله. نعود الى كلام يقول: غربه الهمه وهي غربه طلب الحق وهي غربه العارف، لان العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب. من العارف في شاهده غريب، ايه الشاهد؟ يعني ايه شاهده؟ الشاهد يعني الدليل اللي يعرفه انه على الحق وفي الطريق. هو في غربته قلنا غربة الهمة، غرب انه يريد الله، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة. هو يريد الله، وارادة الاخرة وارادة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة قطعا، بس ارادة الله في الاول. فهو وجد اشياء اكدت له، وجد اشياء من القرب من الله عز وجل، من الانس بالله، من ادراك حقائق معاني الاسماء والصفات، ومشاهده اثارها مما اثر في قلبه وباطنه، واكد له ان هذا يختلف عما عليه اهل زمانه، حتى بتوع الدين منهم، حتى اللي هم في الظاهر مريدين للاخره. زي ما قلنا الانواع اللي بيهتموا بصوره العلم او صوره الدعوه او صوره العباده، وهم دول كلهم عند الناس مين؟ اهل الدين. هم دول عند الناس كلهم طلاب الايه؟ الاخره. بس هو لقى حاجه مش زي اللي عند الناس، لقاها في قلبه وجدها، فاصبح عنده شاهد، وشاهده ده غريب. الناس بتجيب ادله منين؟ الناس بتجيب ادله من الظاهر، وهو دليله من جواه، مش ان هو حاجه بدعة ولا حاجة سر غير معروف يعني، لا، ده هو الدليل، ده اللي هو ما قام بقلبه من حب الله عز وجل، من القرب منه
ودي أشياء تذاق وتوجد، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. رضا بالله رب دين، ما هي مش كلمات هتقال كده رضيت بالله رب زي ما بنقول احنا في أذكار الصباح والمساء، وأحيانا ما نحسش بأي حاجة فيها. فثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. آدي هو ده الشاهد، يوجد يذاق وليس يتكلم به فقط، أو ليس يشرح. صف لي هقول لك أنا طعم الفراولة، طعم الفراولة ديك فراولة، أقول لك إيه هو ده طعم الفراولة، لكن أنت تقدر تقول لي بالكلام طعم الفراولة إيه ولا طعم المانجا إيه؟ مش ممكن، لابد أن يذاق. فمثل هذا شاهده عند الناس غريب في وسط أهل الآخرة في الظاهر، أو معظم أهل الآخرة، لأن هو سابق يقول لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب. المصحوب ده يعني من يصحبه أو ما يصحبه. إيه ما يصحبه؟ الطريق اللي هو العمل والحال، العمل الظاهر والعمل الباطن، اللي هو الحال اللي هو العمل الباطن، أو اللي بيمشي معاه زيه وفاهم سكته من البشر. غريب هو راح، وموجوده الشيء اللي وجده في قلبه لا يحمله علم، يعني مش هيلاقيه في العلم. قلنا هنحمل العلم على ايه؟ على العلم بتاع زمنه واللي موجود لغايه دلوقتي، على الحاجات الظاهره اللي ما بتقربش الانسان من ربنا بالقدر الذي يجده هؤلاء العارفون. يعني مطلوبة بس مش هي لوحدها وعمرها ما هتكفي. يعني لو اتقنت النحو جدا مثلا، او اتقنت مصطلح الحديث جدا، او اتقنت الاصول جدا، ولكن وجد طعم الايمان مش هيجي من خلال العلوم دي، مش صح كده؟ يعني دي عايزه، هي مهمه ومطلوبه، بس محتاج حاجه تانية علشان تجد هذا. محتاج تقترب اكثر من الكتاب والسنه من خلال العباده عشان تجد معاني، عشان تتدبر القران، عشان تجد حب الله، علشان تجد قربه سبحانه وتعالى. فموجوده لا يحمله علم من العلوم دي، والا العلم النافع الحقيقي من الكتاب والسنه هو اللي بيوصلك للايه؟ بهذا الامر. العلم النافع، العلم الحقيقي، علم الكتاب والسنه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء، اللي بيصلح القلوب، هو ده العلم الذي يحمل هذا الوجد ويوصله ليك. والا هيجي منين؟ هو هيجي من غير علم؟ لا، بس انه علم. فهو دايما زي ما قلنا يعني بيزري على انواع من العلوم. لكن انا اجزم لك مثلا ان علم الفلسفه والكلام يستحيل ان يحمل هذا الموجود. يعني تقرا في كتب الفلاسفه وكتب المتكلمين وكتب الاشاعره ومناظراتهم مثلا مع المعتزله ولا كده، هيجيب للانسان شعوره بحب الله عز وجل؟ مش ممكن، مستحيل. انواع كثيره من الاسئله اسمها علم عند الناس، نقعد نتكلم وندور فيها ليل ونهار، فعشان كده زي السؤال بتاع الظهر بتاع ايه، قاعده المروحه ولا المروحه اللي فيها اربع ريش، دي صليب ولا مش صليب. ممكن نقعد الموضوع ده كتير قوي، واخد بالك؟ والآلة الحاسبة فيها ايه؟ فيها زائد، واخد بالك؟ هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، هنغيره ازاي؟ هنعمل ايه القضية؟ ونقعد بالساعات الطويلة ممكن نتكلم في هذه الايه؟ الأمور. ممكن نقعد نتكلم في مسائل حوادث لا أول لها، ونقعد نتكلم بقى في مثل هذه الأشياء كثير، ونقعد نتكلم في القياسات المختلف فيها. مش حق.
دي مش هتحمل لنا هذا الايه العلم. تقعد تتدبر آية وتتفكر في معانيها تحمل لك هذا الايه الموجود. يقول مصحوبه وموجوده لا يحمله علم او يظهره وجد. اقرب ما عندي في هذه الجملة ان الوجد ما اصطلح عليه الصوفية التواجد الذي يظهر التأثر والتمايل الذي يقع من بعضهم عندما يجد معنى حسنا، وهم لهم عادات في ذلك من الوجد، يوم يتمططوا مثلا الطرق البدائية. هو في الحقيقة التواجد ده عمره ما هيحمل أو يظهر ما وجده العارف حقا أو العالم الحقيقي الذي وجد حب الله عز وجل والشوق إليه وطلب رضوانه الذي هو همته في طلب رضوان الله. الوجد مش هيظهر هذا الأمر، الوجد الظاهر ما بيظهرش علما لأنه موجود في القلب أصلا، شيء يوجد في القلب. لكن الوجد اللي هو بيتكلم عليه اللي هم يقول لك فلان قد تواجد، تواجد بقى يميل الله ويعمل كده. انتوا كان في امبارح حد مشغل اسطوانات بتاعه زمان بتاعه المشايخ اللي هم بيقروا القران على ايه، والناس تقعد تهيص. لا مش ما كانش مياتم، حتى في الحفلات الناس تقعد تقول الله الله شايفين بعد كل آية. قلت يا خبر أبيض، الحاجات دي مش المفروض تتمسح؟ الأجزاء اللي هي اللي يزعمون أن هذا وجد، دي حاجة تقرف قوي، يعني حاجة عيب قوي إن الناس تقعد تقول الله 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 خيرك يا شيخ. حتى كل حاجة بعد كل آية ما هذه من الطرق المنحرفة اللي بيزعموا أن هذا إيه وجد. يقول لك ده ايه اللي خلاه يقول الكلام ده، اصل وجد في نفسه. لا ولا ما وجدش في نفسه، مش هو ده الوجد، ربنا ده التواجد المزعوم اللي بيقول الله الله الله، لا مش هو ده قطعا. فهو الشيخ اظنه يقصد ذلك، يقول او يقوم به رسم، الرسم اللي هو الوجود الانساني نفسه، يعني يقوم به رسم، يعني ده حاجه ما يحتملهاش الانسان ان هو تظهر عليه او يحتملها، يعني في حاجات تبقى اكتر من فوق احتماله يعني. بس الكلام ده طبعا هو في يقوم بالانسان طالما بقي موجودا حيا من معاني القرب من الله عز وجل ما يحتمله. لكن الذي حدث الذي لم يقم به رسم موسى صلى الله عليه وسلم عندما خر صاعقة، هذا فوق الاحتمال. بس ده عشان كده قلنا ان الوجد الذي يوجد طالما الانسان حي يبقى في احتمال البشر يقوم به رسمهم او تطيقه اشاره. ها يعني دي فيها نظر، نعم. بس هو قصده على حاجه بتوقع الناس، هو قصده كده بس ده خطا. او تطيقه اشاره يعني ما حدش هيعرف يشير اليه، مش هيعرف يتكلم زي ما قلت لكم، مش عارف يوصفه. او يشمله اسم غريب، يعني حاجه فوق الايه انها يتعبر عنها باي تعبيرات. فغربه لانها حاجه ما توجد وليست توصف. فغربه العارف غربه الغربه، غربه وسط الغرباء، لانه غريب في الدنيا والاخره، غريب في وسط اهل الدنيا وغريب في وسط طلاب الاخره، لانه همته اعلى منهم في طلب الحق، هم ماشيين في وضع معين. هذا معنى كلامه. أقول قولي هذا، استغفر الله يوم.